حدث لاخونا لا العزيز لا، الله يرحمه، الله لمصطفى. يرحمه رحمة الله عليه. طيب دكتور هشام، دكتور مصطفى هشام، كلام اللي حضرتك قلته ده على الناس اللي مش عايزة تنام. طب الناس اللي مش عارفة تنام، ده كلام جميل جدا. طبعا وده الأهم، طبيعي، طبيعي الدماغ انا الصحية دي 24 ساعة، طب جميل نعمل فيها إيه؟ جميل. هو في شيء مهم جدا، ان احنا الناس اللي مش عايزه تنام لازم نطمن كاطباء ان هو ما عندوش اي امراض اخرى، او عنده الام روماتيزميه، الام في المفاصل، حاجه مضايقاه، عنده صداع، عنده مشكله ما. لو ما عندوش مشكله ما وكل حاجه تمام، ولما تسبب نعمل عدم النوم. عدم النوم بقى، في غده اسمها الغده الصنوبريه، الصنوبريه دي اللي هي البنايل بودي، دي بتطلع هرمون اسمه الميلاتونين. في بعض الاحيان الميلاتونين ده بيبقى ناقص، فاحنا بنعوضه في التركيبة، يعني ممكن ابقى انا تركيبتي عندي نقص في ال بالظبط. الغده الصنوبريه دي موجوده اسفل المخ، دي اللي بتطلع ماده اسمها الميلاتونين. ايوه الميلاتونين ده موجود، ولما ابتدى يبقى موجود كدواء من التسعينات العالم كله انبهر بيه. وغالبا الناس عشان اللي ما بتنامش كويس محتاجه على الاقل 5 مللي و10 مللي، وهذا ليس دعايه، ده اسمه العلمي. نعم وده نعم موجود، وموجود دلوقتي رخيص جدا نعم في مصر وموجود. ده مهم جدا. طيب افرضي ان الميلاتونين برضو مخه شغال، لازم خد ياخد المادة حاجه العلمية دي ودماغه برضو شغال. ميلاتونين. افرضي انا باخد الميلاتونين وبرضو ما نامش لان مخي شغال، الموتور شغال، تمام، يبقى ده حاجه عايز حاجه للقلق. في هذا للقلق. التوقيت طبعا الانكزايتي دي او القلق تمام. ده عدو الانسان، ده انت لوحده هتقول لي الاستريس، الضغط ايوه النفسي. ايوه هو طب انا اقول لحضرتك حاجه، بس هذا ليس مدعاه اتفضل. للناس تشرب سجاير. يعني اول حاجه اللي بتقضي على الانسان الضغط النفسي والعصبي والارق الشديد وعدم النوم، يليها السجاير. ده ايوه ايوه، في ابحاث علميه، السجاير تيجي نمره 2، يعني اللي عنده ستريس وما بينامش وعنده قلق ده لازم يتعالج. بندي ايوه الاول الميلاتونين، الميلاتونين ما بيجيبش نتيجه، تمام. يبقى لازم ياخد حاجه، وفي ادويه كتيره، مش موضوع مهدئات، حاجات ضد مفهوم، القلق. نعم مفهوم، دي غير المهدئات خالص، ودي تمام. بتخليه يبقى ريلاكسد ويقدر ينام. واخد بالك؟ فهو ايوه دي المشكله الرئيسيه، عدم النوم. فبالتالي حضرتك بتنصح ان مفيش حد يسيب نفسه جو بقى بيطبق 3 ايام ويقول لك ده انا ده مية مطبق في المية ده، ده مية في بتنصح المية الناس بانها لازم تنام كويس بأي بالظبط طريقة. كده، بالظبط كده. فلازم ينام كويس، علشان لو ما نامش كويس هذا معناه ان هناك أرق شديد وقلق شديد وستريس رهيب، والستريس بيطلع الهرمونات اللي انا اتكلمت عليها، ايوه من ضمنها طبعا الكورتيزون لوحده، ده بيقلل المناعة. نمرة 2 اوكي بيزود السكر، نمرة ايوه 3 بيطلع كمان معاه ادرينالين، والادرينالين ده ما ادراك مع الادرينالين، الادرينالين ده اللي بيعمل انقباض ايوه في الاوعية الدموية، نعم وبالتبعية يؤدي الى غلطات سواء في المخ او في القلب. تمام، بشكرك لهذا التوضيح.